ماشي، أعتقد كده كلنا طبقنا على destructive edits. السبب إن هي destructive edits أو إن إحنا بنكرر كذا مرة إن هي destructive edits وغير محبب أو غير مفضل إن إحنا نشتغل بيهم، هو إن إحنا بمجرد ما بنسيب الفايل ده خلاص ما عادش عندنا أوبشن أو إمكانية إن إحنا نرجع في اللي إحنا عملناه. اللي إحنا عملناه ده خلاص كده هو حصل اللي حصل، وأنا مضطر ألتزم بيه لغاية آخر المشروع، لان انا عملت تغيير مباشر في هيئه الايمج، في هيئه البيكسلز اللي موجوده في الصوره بتاعتي. طيب لو فرضنا ان انا عايز ارجع اشتغل من جديد بس بطريقه نون ديستراكتيف واحافظ على البيكسلز بتاعتي اللي موجوده في الصوره، بحيث ان انا في اي وقت حبيت ارجع فيها او حبيت اغير اللي انا عملته ده اعرف اغيره في اي وقت. ابدا افتح الصوره من جديد. تمام، وهنبدأ نشتغل مثلا على أول ستيب احنا كنا اشتغلناها اللي هي كانت الـ Brightness والـ Contrast. في العادي أنا بجيبها من قائمة Image Adjustment وأرجع أجيب على طول على Brightness و Contrast، ببدأ أغير مباشرة في هيئة الـ Brightness والـ Contrast اللي موجودة في البيكسلز بتاعت الصورة. طيب أنا عايز أحقق ده بطريقة غير نون ديستراكتيف، أروح بيميني هنا في التابز اللي موجودة عندي، هلاحظ ان في تاب في اللايبراري والادجستمنت والستايلز موجودين جنب بعض كده، والاقي الادجستمنت فيها برضو نفس الايديتس اللي انا كنت قلت ان انا ممكن اوصل لها من قائمه ايمج وممكن اجيبها من هنا. بس الفرق بينهم ايه؟ ان انا مثلا ده بتاع ده البطء زرار البرايتنس والكونتراست، مجرد ما بدوس عليه ايه اللي بيحصل؟ بيخلق لي لاير جديده عليها البرايتنس والكونتراست، وبيفتح لي هنا في ويندو فيها البرايتنس والكونتراست السلايدرز، ما عادتش بتفتح معايا في ويندو منفصل. فلو انا بدات مثلا اتحكم في البرايتنس والكونتراست هي بدات تتغير معايا، بالرغم ان انا ما بغيرش على نفس اللاير بتاعتي، ده انا عامل لها لاير منفصله خالص لوحدها. وفي الحاله دي مثلا انا عايز ازود البرايتنس عشان الديتيلز اللي جوه هنا، وزود الكونتراست ما بين الاليمنتس خليها 20. انا بمجرد ما قفلتها وطبقت الايديتس اللي انا عملتها دي، لو انا عملت كده قفلت اللير اتقفلت على طول ولسه معايا اللير الاصليه بتاعتي. ده بيفور اند افتر، اقدر اشوف البيفور والافتر بتاعي. تمام، طيب انا عايز دلوقتي ارجع للايديتس اللي انا عملتها دي اغير في القيم بتاعتي، اعمل ايه؟ دبل كليك على اللي هو شكل البرايتنس والكونتراست اللي هنلاقيه موجود عندي هنا، هتقوم رايحه مفتوحه عندي مباشره. طيب لو احنا فرضنا مثلا ان انا عايز البرايتنس والكونتراست يغيروا في حاجات معينه وحاجات لا، اعمل ايه؟ هبص هنا هلاقي هنا كده في مربع ابيض موجود عندي على اليمين، بمجرد ما بقف عليه ده، فاكرين ساعة لما كنت اتكلمت على ان هو برسم الشكل ساعة لما كنا بنعمل اللي هو الكونتنت اوير سكيل، ساعة لما كان بيبقى عندنا الالفا ماسك هنا اللي هي لونها احمر دي، وانا بقوم رايح محدد الحاجات اللي انا مش عايزها تتعمل لها سكيل. ده نفس المبدأ كده، اللي باللون الابيض ده هو كل الحاجات اللي بيأثر عليها البرايتنس والكونتراست. اللي انا مش عايزه يأثر عليه البرايتنس والكونتراست بستخدم البرش بتاعتي اتحكم في حجمها. لو انا رسمت باللون الابيض بيديني الايفكت، لو انا رسمت باللون الاسود يمسح الايفكت عن العناصر اللي انا بعمل عليها بالبرش الاسود. فانا مش عايز السحاب والسما ياخدوا البرايتنس والكونتراست دول، لان انا عايز احافظ على الديتيلز اللي فيهم بقدر الامكان. وابدأ اشيل البرايتنس والكونتراست من على السحاب هنا كده. بالمنظر ده
وكده انا قمت رايح محدد المناطق اللي انا مش عايز ياثر عليها البرايتنس والكونتراست، والمناطق اللي عايزه ياثر عليها. لو لاحظت هنا الاقي ان المناطق اللي بيأثر عليها موجوده باللون الابيض تحت، اللي هي في الحاله دي المبنى بتاعي، والمناطق اللي ما بيأثرش عليها هي السحاب اللي موجود فوق ده. طيب هل انا بامكاني ان انا اعمل شيفت، ان انا مثلا غيرت رايي في الموضوع ده، عايز دلوقتي السحاب هو اللي يبقى فيه برايتنس وكونتراست والمبنى هو اللي ما بيبقاش عليه؟ اه ممكن اعمل ده عادي جدا، عن طريق ان انا ادوس كنترول واي. كنترول واي ده اللي هو الكوماند ده اسمه انفرس، الغرض منه ان هو يقلب لي التاثير اللي انا عملته ده. في الحاله اللي فاتت كانت البرايتس والكونتراست على المبنى، والسحاب هو اللي واخد، مش واخد الايفكت ده. بمجرد ما دوست كنترول اي قام رايح قالبهم لي، بقى الجزء اللي كان ما كانش متاثر عليه بقى عليه التاثير، والجزء اللي كان عليه الايفكت او التاثير ما بقاش عليه. عايز ارجع في ده في اي في وقت برضه ادوس كنترول اي يقلبها لي على طول ويرجعها لي زي ما كانت. فاي مشكله في الجزئيه دي؟ تمام. دلوقتي لو انا فتحت مثلا درايف دي ولا وبعدين استخدمت الادجستمنت عادي القايمة ايمج يعمل نفس الحوار لا ولا مش مش هيعمل. ليه؟ لان انا لو فتحت نيو لاير، خلينا نعمل ده، احنا هنقفل ده دلوقتي، نيجي هنا كده نفتح نيو لاير. لما اجي اعمل ايمج هنا وادجستمنت could not complete the brightness، لان النيو لاير هتبقى لاير فاضيه ما فيهاش باسز، فهعمل برايتنس وكونتراست على ايه؟ تمام. احنا كده نقدر نشوف البيفور اند افتر. احنا عشان عايزين نظبط الايدجز بقى، لان احنا كانت البرش كبيره جدا. تمام. برش العادي بتاعتي يعني، يعني انا زي ما قلت انا عايز اعمل الايفكت باللون الابيض، عايز اشيل الايفكت باللون الاسود. انا لما باجي استخدم برش في الاوبشنز دي او في الايديتس دي، يفضل ان انا اعمل ايه؟ يفضل ان انا اختار شكل برش الايدجز بتاعتها فيها فيدنج يعني خفيفه، والسنتر بتاعها هو اللي تقيل، لان وارد جدا ان انا وانا بشتغل الكليكه بتاعتي ما تبقاش نازله ستريت مظبوط او كده، فيبقى الاجزاء اللي في الجناب دي الدرجه بتاعتها او الانتنسيتي بتاعتها بتاعت التغيير اللي انا بعمله ده خفيف، فمش كل مش الدوسه بخط على طول، او انها تعمل الايفكت او تشيله مره واحده، فيبقى معايا حيز ان انا اتحرك. طبعا لو انا مش برضو متاكد من اللي انا بعمله، يعني ممكن مثلا اجي هنا في الاوباسيتي بتاعت البراش واقللها خالص، يعني مثلا هي كانت هنا 100 مثلا، بعمل الايفكت او بشيله مره واحده، او ان انا اقوم رايح مقلله، فيبقى مثلا هنا على اخليه مثلا على 70، بحيث انها برضو تبقى خفيفه، بحيث ان انا مره او اتنين لحد ما اوصل للي انا عاوزه. تمام. في مشكله لغايه هنا؟ تمام. بعد كده هنتكلم عن ال عايز اعمل اديتس اكتر من كده. يعني انا لغايه دلوقتي عملت الجزء بتاع البرايتنس والكونتراست، عايز اكمل اديتس بعد كده. على سبيل المثال ان احنا عايزين نعمل شارب، عايزين نعمل حده في الخواص بتاعت الصوره او في العناصر اللي موجوده فيها. طيب لو جيت بصيت هنا مش هلاقي هنا في بصورة مباشر شاربن، ان حاجة تعمل لي زيادة للإليمنتس اللي موجودة في الصورة. هلاقيها موجودة عندي هنا في ال destructive image ال destructive edits اللي هو برمز المثلث ده، هتلاقيه شاربن تول. طبعا لو انا بدأت اطبق مباشرة على الصورة بتاعتي فبقى ده destructive edit. طيب الحل ان انا اعمل ايه؟ هاجي هنا في اليمين في التابز عندي او في اللايرز، وادوس على الاثنين لاير بتوعي بالمنظر ده، اعملهم مارك، اللي هي ببقى واقف على اللي فوق اللي هي بتاعت البرايتنس والكونتراست، دوس كنترول، وادوس على الباك جراوند الخلفيه اللي هي الصوره بتاعتي، كليك يمين عليهم هتطلع لي منيو بالقائمه دي، الاقي فيها اوبشن اسمه كونفرت تو سمارت اوبجكت. كونفرت تو سمارت اوبجكت بتحول المنظر ده عندي. اللي حصل ايه؟ ان هو بيدمج اللايرز بتوعي مع بعض، بس بيحافظ على كل لاير منفصله،
ازاي؟ انا دلوقتي بعد ما دوست كونفرت على سمارت اوبجكت، لو انا جيت على الصوره او العلامه بتاعته ودوست دبل كليك فتحهم لي خلاص. لو انا جيت وقمت رايح دايس كلوز قفلهم لي تاني في السمارت اوبجكت بتاعي، تمام، دبل كليك يفتحهم لي، هتلاقيهم فتحهم لي في تاب تاني منفصل. يعني بقى يتعامل ان هو في ايه، ان انا بيعمل زي ما يكون عندي في ملفين فوتوشوب، انا كنت شغال على ملف واحد هو حولهم لي الملفين، ملف السمارت اوبجكت بالايديتس بتاعته، ومجرد ما بدوس عليه بيفتح، اخلص ارجع اعدل في اللي انا عاوزه، مثلا عايز اعدل في البرايتنس والكونتراست مثلا، خلاص عملت اللي انا عملته، هدوس كلوز يقول لي انت عايز تسيف اللي انت عملته ده، اقول له اه، خلص قفلهم لي ورجعهم لي تاني سمارت اوبجكت موجود في الملف الاصلي اللي انا كنت شغال عليه، وابدا بعد كده اطبق الايديتس اللي انا عاوزها. عايز اعمل شاربنينج للاليمنتس الموجوده عندي في الصوره، هبدا اتجه لقائمه فلترز، هبص برضو هنا هلاقي فيه فلتر اسمه شاربن، تمام، وبعدين افتح اللي هو المنيو بتاع شاربن دي، هلاقي طبعا فيه كذا نوع من انواع الشاربن، انا هقول له انا عايز اختار سمارت شاربن، تمام. هبص الاقي في حاجه حصلت عندي، اللاير بتاعه السمارت اوبجكت ظهر عليها العلامه دي اللي هي علامه السمارت شاربن. طبعا انا بتحكم، ابدا اتحكم بقى في الايديتس بتاعت الشاربنين بتاعتي، تمام، ده الاماونت، مقدار الشاربنينج اللي انا بحققه. انا مثلا عايز اقول ان هو هيبقى في الرينج ده كده، طبعا هنا ده البريفيو بيوريك الصوره على طول اهو بالمقدار ده، مثلا هبص الاقي ان الصوره بقت الديتيلز فيها شديده قوي، انا مش عاوز ده، ريديوس نويز ده اللي بيقلل من الفلكسويشن او التغير في درجه الحده بتاعتي، مش عايزها تبقى كتير. اه بالظبط، تاني فلترز شاربن سمارت شاربن بالمنظر ده عندي. فنقول ان انا بالنسبه لي الوضعيه دي مناسبه بالنسبه لي، ادوس اوكي، ابص هنا الاقي السمارت اوبجكت بتاعي او السمارت اوبجكت موجوده عندي، وبعد كده فتح لي تحت زي ما يكون لايرز مضمومه ليه اسمها السمارت فلترز. السمارت فلترز دي فيها، ما فيها اول حاجه هنا اللي هي السمارت شارب، ممكن اقفله ممكن افتحه، انا هقفل كده هنا السمارت شارب زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده، انا فتحت السمارت شارب عندي وكده اتطبق الايفكت. طبعا برضو ده نفس المبدأ في السمارت فلترز عندي، لو انا جبت البرش وقمت رايح محول للون الاسود واتحكمت في حجم البرش وبدأت اطبق الحتة دي، مش هيتطبق فيها مثلا الفلتر بتاعي، تمام. بس المشكلة اللي هتظهر معايا بعد كده ان على السمارت الاوبجكت الواحد ممكن يبقى فيه اكتر من سمارت فلتر، فلو انا اتحكمت في الماسك او الماسك بتاع الفلترز بتاعي هنا مثلا عشان اظبطه على الشاربن بس، اي سمارت فلتر هيجي احطه بعد كده هيبدأ برضو يطبق على نفس الماسك ده، فانا مش شرط اكون عاوز اطبق على نفس الماسك ده او كلهم يبقوا على حاجة واحدة. فهنعرف دلوقتي احنا ممكن نعمل اكتر من ماسك زي، احنا دلوقتي عايزين نعمل يعني برضو على سبيل المثال، انا عايز اعمل مثلا بلور، فهاجي هنا في الفلتر وهاجي او فلتر البلور جاليري، وعايز اعمل تيلت شيفت. طبعا احنا كنا اتكلمنا على البلور قبل كده، فيعني اختصارا للوقت احنا هنشتغل كده على طول،
انا عايز البلور يبقى على الناس تحت بالمنظر ده كده، وفوق مش عايز حاجة عندي، مش عايز يبقى عندي بلور، انا عايز المبنى كله كده. يعني انا اتحكم في الانتنسيتي بتاعت البلور، انا مش عايزه شديد قوي، انا عايزه حاجة خفيفة، وادوس اوكي. اللي هلاحظه هبص الاقي البلور نزل عندي هنا على طول عليه، تمام. فلو انا مثلا كنت مظبط السمارت فلترز مثلا بماسك معين عشان الشاربنج، هلاقي برضو ان البلور اتطبق عليه. لو انا مثلا قلت ان انا مش عايز هنا مثلا على سبيل المثال ان قبل ما يبقى في بلور انا مش عايز تحت شارب، انا مش عايز هنا، انا مش عايز يبقى هنا في اي حاجه شارب، خلاص. فلو انا طبقت البلور انا عامله تحت، اللي حصل ان هو ما ظهرش عندي، تمام. طيب اعمل ايه في الحاله دي؟ انا لو عايز امسح فلتر انا اضيفته في السمارت فلترز، بدوس عليه وبشده وارميه في البين تحت هنا كده، كده بيتمسح مباشره. هقوم رايح جاي هنا في لاير نيو لاير فيا كوبي او الاختصار كنترول جي، اللي بيحصل ان هو بيقوم رايح مكريت لي لاير جديده اشتغل عليها. في اللاير الجديده دي انا برضو هبدا اعمل اطبق البلور بتاعي عادي، اللي هو هقوم رايح دايس على الصوره هنا فلترز بلور جاليري تلت شيفت، انا عايز ان البلور يبقى على الناس تحت الهيئه دي كده، ومش عايز اي نوع من انواع البلور يبقى فوق عندي، وادوس اوكي، تمام. واقول ان انا عايز خلاص اشيل الشاربنج بحيث ان يبقى انا واحده فيها البلور وواحده فيها السمارت شاربن، فبقت بالمنظر ده. وبعدين اجي هنا في السلايدر ده انا هختار ان انا عايز الميرجنج ده يبقى لايتنج. الميرجنج ده عبارة عن ايه؟ الميرجنج ده ببساطة هو الدمج ما بين مجموعة من اللايرز مختلفة فوق بعض. على سبيل المثال انا عندي اللايرين دول، ازاي بيدمج ما بينهم؟ او يمكن انا حابب ابقى اوضح لكم الموضوع اكتر بصورة مختلفة. فعلى سبيل المثال انا قمت رايح جايب الصورة دي كده حطيتها فوقها هنا كده كلاير، خلاص، واظبط الدايمنشنز بتاعتها. تمام. دلوقتي عندي صورتين فوق بعض. لو انا جيت هنا على الميرجنج في الحاله النورمال، ان الصوره الاصليه اللي فوق فوق واللي تحت تحت، لو انا نزلت تحت بدات اغير في الميرجنج، هبص شايفين الصوره اللي تحت بدات تظهر عندي، بدا يدمجهم مع بعض بطرق مختلفه، خلاص شايفين. بدأ يحط الاثنين على بعض بطرق مختلفة. فأنا هنا عايز إيه؟ لو إحنا سيبنا دي نورمال زي ما هي وقفلت أو فتحت دي ما فرقتش معايا لأن دي اللاير اللي فوق. طيب أنا عايز الإيفكت بتاع البلور اللي أنا عملته يظهر في نفس الوقت مع الإيفكت بتاع الشاربنج اللي أنا عملته. هعمل ايه؟ هقوم رايح جاي من فلترز هنا واختار فلتر لايتن. الغرض من فلتر لايت من فلتر اسمه ايه لايتن، ان هو بيقوم رايح مخلي اللاير اللي فوق خفيفة جدا ويدمجها مع اللاير اللي تحت. بس هترجع تظهر معايا مشكلة ان البلور ما بقاش مظبوط. فانا لو قمت رايح شايل كده مثلا وخليته نورمال، هبص هلاقي ان البلور هنا كده تقيل، ده اللي انا عاوزه مثلا او ده المرغوب. لما بعمل لايتنج البلور بيخف قوي. طيب ارجع اعمل ايه؟ هاجي اقول له هنا ان في اللاير اللي تحت انا مش عايز الشاربنينج يبقى هنا،
تمام. فرضا لو جينا لاحظنا هنا ان انا لما لما بعمل اللايتين هنا كده، هبص هلاقي ان البلير ما بقاش شكله مظبوط عندي. طب انا عايز اظبطه ازاي؟ هعمل حاجه اسمها الماسك لاير تحت هنا كده، هلاقي في عندي في تحت خالص في التابز هلاقي في كذا كذا زرار، بقى في منهم زرار اسمه اف اكس، وجنبيه زرار تاني عباره عن مستطيل جوه دايره، ده اسمه الماسك لاير. هقف عليه وابدا برضو اشيل الجزء اللي هيبقى فيه التداخل ده خلاص. في الحالة دي الجزء اللي تحت ده هو اللي بقى فيه ما بقاش فيه الإفكت خالص، وهدوس كنترول اي بالمنظر ده فيبقى فيه التداخل موجود. لا دي تبقى في اللاير اللي تحت. ايوه بالظبط كده. هعمل الماسك لاير في اللاير اللي تحت عندي اللي فيها السبارت شاربن ده، وابدا اشيل الجزء اللي تحت هنا كده، ابص الاقي البلير بدا يظبط عندي مع نفسه. البلير رجع عندي مظبوط لان الجزء ده ما بقاش فيه ايفكت، ده ايفكت من الصوره ذات نفسها، لان اللايتن ما بيدخلش افكتات على بعضها، هو بيدخل ليرز او بيدخل صورتين على بعض. فاللي انا عملته هنا ان انا كاني مسحت الجزء اللي من الصوره اللي تحت ده، قلت ان انا مش عايز يحصل فيه عمليه التداخل، فبالتالي اداني تاثير الافكت او البلير بتاعي بشكل واضح هنا كده موجود تحت عندي بالمنظر ده، اداني مساح لي الجزء اللي تحت ده هنا كده، وقام رايح سايب لي بقيه الصوره يحصل فيها تداخل عادي. وطبعا بينطبق عليه نفس مبدا الكنترول اي بيعمل الانفرس. تمام. احنا برضو كده عرفنا ان عندنا في حاجه اسمها سمارت اوبجكت، وعرفنا ان احنا هنا ممكن يعني مثلا هنا عايز ازود الفايبرنس، عايز ازود الحيويه مثلا، اقوم رايح فاتح كده تلاقي فتح لي برضو لير جديده فوقهم، ازود حيويه الصوره والتشبع بالالوان. تمام ثواني بقى. تمام. هنلاقي هنا كل ال non destructive edits اللي ممكن اعملها من قائمة image اللي هو ال adjustment image و adjustments، وابدأ اشتغل على طول. هلاقي كل ال adjustments بتاعتي زي ال brightness وال levels وال curves وال exposure وال vibrance وال hue saturation وال color balance والبلاك اند وايت والفوتو فلترز. الفوتو فلترز دي اللي هي درجة يعني الماسكينج بيديك كأنه في درجات حرارة مختلفة للون، زي ما كنا قلنا ان اليوم البارد بتلاقي الالوان بتبقى بتميل للازرقات شوية. الشانل ميكسرز وهكذا، وقلنا ازاي بنحول للسمارت اوبجكت، وفي اي وقت انا عايز اخش للخصائص بتاعت السمارت اوبجكت هنا دبل كليك عليه وخلق وغير اللي انا عايز اعمله واقفل. تمام. وبعد كده بمجرد ما بفتح ببدا اشتغل اللي هو الفلترز والنويز، وبعدين اختار منه السمارت الشاربنر، وبعدين السمارت شاربن، وبعد تبدا تخش عندي في السمارت فلترز. السمارت فلترز اقدر اقفلها وافتحها واغير فيها في اي وقت. دي طريقه التعامل مع الصوره بطريقه نون ديستركتيف، ما بغيرش في البيكسلز بتاعتي، ما بغيرش من داتا الصورة، أنا محافظ على أصل الصورة بتاعي، وأبدأ أعمل الإيديتس اللي موجود عليها عشان في أي وقت لو أنا قلت رايح مثلا دايس كنترول إس وهسيب الصورة دلوقتي، تمام سيفتها بي إس دي هنا كده وقفلتها، وبعدين جيت فتحت دلوقتي ابص طبعا السمارت اوبجكتس او السمارت لايبراريز دي بتتسايب معايا دايما على طول،
بيقول لك اعمل دايما لايبراري بالحاجات المختلفه او الايديتس المختلفه اللي انت بتعملها عشان ما بقاش مضطر اكررها اكتر من مره. أو ده اول ما بفتح صوره او ملف بي اس دي في سمارت اوبجكتس، ببص هلاقي ان الايديتس بتاعتي موجوده في اي وقت انا عايز اقفلها وارجع للاصل برجع. طبعا شوفوا الجزء ده اللي ممسوح تحت ده، ده اللي انا كنت شلت التداخل بينهم وبين بعض عشان يبان معايا اللي هو اللايتن بتاعي موجود ممسوح من الصوره اللي تحت. لو انا شلت دي كده وجيت هلاقي ان دي كامله كلها، وهفتح البلور جاليري هلاقي البلور موجود عندي، وهفتح دي هلاقي الشارب موجود عندي والتداخل حاصل. تمام، هيبقى مهم دلوقتي ان احنا نطبق على دول ونطبق اكتر من مره، لان زي ما انتم شايفين الموضوع مش مباشر قوي ومحتاج تشتغلوا عليه اكتر من مره، فياريت تطبقوا عليه دلوقتي واكون متابع معاكم. هي دي اخر جزئيه بالنسبه للحصه بتاعت النهارده. ان شاء الله هيبقى الحصه اللي جايه هنتكلم في ازاي نستخلص عناصر من صور، يعني انا معايا كذا صوره وممكن اشيل منها عنصر ازاي بطريقه او اقطع عنصر او اشيل منها عنصر عشان استخدمه في مكان تاني بطريقه بروفيشنال. يعني ان شاء الله يعني بالنسبه لميعاد المره الجايه يعني هنأكد عليكم، يعني هنتصل نأكد عليكم عليه، لان انا لسه مش عارف ظروف الدراسه عندي هتبقى عامله ازاي. المهم دلوقتي ان احنا نطبق على الكلام ده. ايه؟ سيرش ازاي؟